وإذ نستبشر بالنصر القريب بإذن الله لقوى مدنية الدولة على مشروع العسكرة، والذي سيفتح الباب لعودة نازحي المنطقة الغربية بعد استتباب الأمن في مناطقهم، فإن قضية نازحي ومهجري المنطقة الشرقية ستبقى قائمة في وجه صانعي هذا القرار بالمجلس الرئاسي. ولذا فإنه من المهم تضمينهم في القرار، وهم الأكثر عدداً والأكثر تضرراً والأطول أمداً في هذه المعاناة في هذا الشتات والأصعب عودة إلى ديارهم. عليه فإن المجتمعين بملتقى أجسام ومكونات المنطقة الشرقية في الغرب الليبي يطالبون المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبي بضرورة تضمين نازحي ومهجري المنطقة الشرقية في هذا القرار وتصحيح أوضاعهم كونهم مواطنين ليبيين مهضومي الحقوق منذ أكثر من 5 سنوات.